إن عذاب القبر حق ولا ينكره إلا العقلانيون الذين اعتمدوا على عقولهم وأدخلوا عقولهم في شرع الله عز وجل. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، إضافة إلى ما ذكره أهل السنة والجماعة في بيان هذا الأصل. من الأدلة قول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل هذا على أن قوله ويوم تقوم الساعة على أن قبله عذابا، لأنه قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فكيف يقول عقلاني من أن الحساب قبل يوم القيامة هذا فيه ظلم أو أنه مخالف أو أنه لا دليل عليه. ومن الأدلة قول الله عز وجل: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. دون ذلك قال بعض المفسرين هو عذاب القبر. قوله عز وجل: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كلا سوف تعلمون يعني في القبر، ثم كلا سوف تعلمون يعني في الآخرة. قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ابن مسعود رضي الله عنه بل وورد مرفوعا بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر هذه الآية بعذاب القبر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر كما عند الترمذي من أن هناك ملكين المنكر والنكير أسودان أزرقان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند ابن حبان قال: فيأتيه الملكان فتكون الصلاة عند رأسه والصوم عن يمينه والزكاة عن شماله وفعل الخيرات من الصدقة والصلة والإحسان عند رجليه، فإذا أتي من قبل رأسه قالت الصلاة ما قبل مدخل، وإذا أتياه عن يمينه قال الصوم ما قبل مدخل، وإذا أتياه عن شماله قالت الزكاة ما قبل مدخل، وإذا أتياه عند رجليه قال فعل الخيرات من الصدقة والصلة والإحسان إلى الناس ما قبل مدخل الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث البراء: فيأتيانه يعني الملكين فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: ما من أحد في قبره يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا كان ذلك هو قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوسع له، وهذا هو النعيم، يوسع له 70 ذراعا ويوسع له في قبره مد بصره وينور له فيه كما في الصحيحين. وعند ابن حبان: يوسع له في قبره وينور له فيه. وفي حديث البراء: فيأتيه رجل حسن الثياب حسن وجه طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك. وفي المقابل بالنسبة إلى عذاب من يتعذب كما في حديث البراء كما عند ابن حبان: فيأتيانه من قبل رأسه فلا يجدان شيئا، ويأتيانه من قبل يمينه فلا يجدان شيئا، ويأتيانه من قبل شماله فلا يجدان شيئا، إلى أن قال: ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال: هذا مقعدك، فيزداد حسرة وثبورا. وجاء عند ابن حبان بسند يحسنه بعض العلماء: يسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 70 حية، لكل حية 7 رؤوس تنهشه في قبره إلى يوم القيامة. وفي حديث البراء: فيأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة. فدل هذا على أن هناك عذابا شديدا ينتظره قبل قيام الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين عن حال هذا وأمثاله من المعذبين في القبر: يقال له: لا دريت ولا تليت، يعني لا قرأت ولا علمت، لا دريت ولا تليت. قال: ويضرب، هذا عذاب، ويضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في السنن: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه كان بعده أشد. وقال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت، كما عند الترمذي، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين أخبر أن هذين الرجلين أحدهما كان يمشي
بالنميمة والآخر لا يستتر من البول قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما عند مسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر وما بطن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: إن عذاب القبر حق، قالت: فما رأيته صلى صلاة إلا استعاذ بالله من عذاب القبر. وعند مسلم: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، ذكر منها عذاب القبر. أفيقال بعد هذا ليست هناك أدلة على وجود عذاب في القبر، أم أنه العقل الذي ظل بأصحابه نسأل الله السلامة والعافية فلم يأخذوا بهذه النصوص الصريحة الواضحة التي لا شبهة فيها ولا لبس؟ ولو أتوا بعقلية فقالوا: لو نبش القبر ما رأينا أثرا لا لعذاب ولا لنعيم، فالجواب عن هذا يقال: أليس النوم موتا؟ بلى، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: النوم أخو الموت. وهذا النائم قد يكون أخا لك أو قريبا لك، وأنت مستيقظ وهو نائم، وإذا به يقوم فزعا مرعوبا وأنت لم تر عليه شيئا، فتسأله فيقول: رأيته وكأني ساقط من جبل أو دهستني سيارة، وأنت لم تره يتحرك وهو على فراشه. فإذا كنت لا تعقل ولا تدرك ما يجري لهذا النائم مع أن النوم موته صغرى، فكيف تدرك ما يجري للعبد في موتته الكبرى؟